بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالتهنئة والتبريك إلى الأمة الإسلامية وإلى كل المسلمين بالعالم وإلى شعبنا العراقي وإلى كل الأحباء والأصدقاء والأخوة بالتهاني والتبريك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يجعله عيد خير ومحبة وبركة على عراقنا الحبيب، وأن ينعاد علينا دائما بالصحة والسلامة وعلى أمتنا بالخير والمحبة إن شاء الله. ندعو للعراقيين بالسلام والمحبة إن شاء الله دائما، والله يفرج همنا إن شاء الله وهم كل المسلمين، وكل عام وأنتم بخير.